يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، كيف والنبي سمع المشركين؟ قال بعض العلماء: ذلك عقيب الوفاة، ودل عليه أن النبي قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. ولذا قال عمرو بن العاص لأهلي: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحل جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم أنا راجع رسول ربي. أما وراء ذلك فقد قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين.